صباح النور البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. انا عارفه بلي غبرت عليكم بزاف، ولكن رجعت لكم بواحد الفيديو اللي زوينه. اول حاجه بدينا هاد الفيديو بلا لونترو، علاش؟ حيت ديجا وصلوني بزاف ديال الميساج كتقول انا حط لينا بلوك خلاص. دونك داكشي علاش غادي نحط لكم هاد الفيديو هادي. لقيتوني فقط اول حاجه اللي كندير واللي كنديرو كاملين هي كنهزو التليفون. عارفه ما مزياتش، عارفه بلي ما خصهاش نهزوه، ولكن شوفوا كنصبح على لي ميساج، كنصبح على بزاف ديال الخدمه، خصني اول حاجه نشوف هي التليفون. وكنفيق من بلاصتي وانا باقا اكزان وما قادراش نفيق. لا ضروري خاصني نفيق. دونك اول حاجه خاص الضو يدخل ليا لا شومبر ديالي. شوفوا على منظره البنات، غادي نبدا بلو اللي هو الاول، غادي نجمعو باش ما يبقاش عاطيني ديك لينيرجي نيجاتيف، حيت الا ما جمعتوش دابا انا عارفه راسي ما غاديش نجمعو نهار كامل. دونك اف غنخرج من لا شومبر وغنغسل وجهي وغنفطر، صافي ما غاديش يبقى كافيني الوقت باش نجمع لا شومبر. دونك غادي نقول صافي غير خليها حتى نرجع نعس. دونك داكشي علاش البنات اول حاجه غنبدا قديت لا شومبر، طفيره الشعر بيان سيغ تنعس بيها، واخا كتخلي لي شعري شويه مبوكلي. ابخي دوت عليه هاد الكاب حيت كان البرد، وخرجت هنايا كنت رولاكسا شويه وكنت منظر البنات وكنبرق. عرفتي دبي في الصباح البنات كتكون خاويه وزوينه وواحد الهواء نقي. صافي كنبقى جالسه هنايا واحد نص ساعه، المهم على حساب كنشوف ما كنهز التليفون لا والو. دونك دابا غادي ندوز سكين كير روتين، وغادي نغسل وجهي وغادي نبروسي مي دون. ما تنساوش شويه هكا تكونوا ناشطين في النهار باش النهار يدوز عندكم زوين. هادي اهم نقطه. ثاني حاجه غادي نحيد الضفيره ديالي من شعري وغنعاود ندير ضفيره اخرى باش ما تبقاش ليا مشعكه. دونك انا هذا هو لا روتين ديالي. واحسن حاجه عندي في النهار هي فاش كندير انبوكسين لي برودوي جداد. فاش كيجيوني دي برودوي جداد وكنبغي ندير لهم انبوكسين كنكون فرحانه بزاف، سيغتو بحال هاد لي برودوي هادو اللي منين تا وانا باغا ناخذهم. دونك اول حاجه اللي خديت واحد لو جيل نيتوايون وسيروم ولا كريم ديالو. دونك هذا كامل الروتين ديالي الجديد اللي وليت غادي نولي ندير. دونك خليكم مع الانبوكسين وخليكم باش تشوفوا لي برودوي وشوفوا البنات غير لا كاليتي ديال لي برودوي، لومبالاج ديالو كي داير. دونك داكشي علاش هو اللي غادي ندير به اليوم سكين كير ديالي وغنبداه معاكم اليوم. اول حاجه غسلت بلو جيل نيتوايون، غادي ندير لا كريم هيدراتونت، اما السيروم كيدير بالليل. دونك هذا هو لا روتين ديالي في الصباح، وبالنسبه لليل نفس لا روتين غير هو كنزيد السيروم. دونك دابا غادي ندوز باش نقاد الفطور ديالي. شوفوا البنات ما غادي نفطر ما حتى شي حاجه، حيت ملي كنفيق بكري صراحه ما كتكونش عندي الشهيه نهائيا باش نفطر. دونك غادي نشرب غير هذا العصير هذا. صافي غادي نجلس شويه مع البيسي ديالي تنقرا شويه على ود البيرمي. البنات الايام دايزه عليا بزاف مع البيرمي، حيت بغيت نقراه وناخذه باش مهم نبقى نتحرك وهذا. دونك عرفتوا البنات شحال صعيب ديال الامارات. شوفوا اول حاجه كنصبح عليا فاش كنفتح البيسي وكتطلع لي هاد التصويره، فيه القرايه بزاف وفيه المجهود بزاف، وانا دابا كنقرا غير ا ديستانس. دونك باقي ما مشيتش ليكول، قلت اجي نقرا غير في الدار وهذا مادام كنبقى غير جالسه في الدار جالسه. دونك نقرا شويه. وبالنسبه البنات اللي غادي يقولوا لنا كيفاش كتقراي بيرمي، يا كنتي كان عندك البيرمي البنات خصكم غير تعرفوا. انا فاش كنت في المغرب كنت كنسوق بلا بيرمي. دونك انا ديجا كنعرف نسوق هذا، فاش كنت عاكسه عليه دائما كنسوق بلا بيرمي وكنريسكي. كنحاول نوريكم بيرمي ديال هنايا فيه شويه القوانين اللي هما صعاب بزاف وخاصكم تركزوا معاه ولا بغيتوا تقراو سيغتو الناس اللي هنايا. ومن مورا ما ساليت غادي ندوز دابا جبت اللبسه ديالي باش نخرج، وغادي ندير لا روتين ديالي. ندير غير اود بوتي ديال كودالي وكندير كافيين سولوشن بالنسبه كونتور دي زيو. بالنسبه للبنات انا الكافيين سولوشن دائما كنديرو في الصباح وبالليل، حيت كيعطيكم واحد الريزولتا الا داومتو عليه. ليكران سولير تاهي ديال كودالي، هادي زوينه البنات بزاف كتعجبني لواحد الدرجه ميمكنش، وكتخلي واحد ليكلا زوين في الوجه. شعري حيت لي الضفيره ودرت لي جميعه. غادي ندير دابا البارفان هادي ديال ديور، ريحتها خطيره خطيره، فيها واحد النسمه بحال ديال القرفه. ندير معكم انبوكسي ديال هاد الباتري اللي كنت خديت من اديداس بالبي، صراحه زوينه بزاف بزاف، ديجا بارطاجيتها معكم في انستغرام، عجبتني بزاف وكونفي في اللبسه وخفيفه. ديال البنات الى لقيتوها في اديداس غير خذوها، وزعما تاخذوا لي كولور كاملين ديال الاوتفيت ديالي. لبست عليا هادي اديداس بالغوج، حيت فريمون كاين البرد بزاف في الصباح. شفت لي لونيت ديالي وفوالا كما كتشوفوا هذا هو الاوتفيت ديالي. ودابا غادي نخرجوا باش نتقداو، المهم ماشي شي تقديه ولكن غادي ناخذ شي حوايج اللي هما خاصين الدار اللي هما تسالاو. وخليكم معايا ويلاه باش نخرجوا.
مورا ما رجعت رجعت داكشي الثلاجه اللي خديت. دابا غندوز نقدم معكم الغداء. ما غاديش ندير شي حاجه كبيره، غادي ندير غير دي ميني بيتزا. دونك اول حاجه قطعت البصيله كنصوطيها في الزيت مع الزعتر والبهارات ديال البيتزا حتى هما، الفلفله حتى هي وشامبينيو حتى هو. هادشي كامل البنات كل حاجه كنصوطيها بوحدها. هادي اسهل طريقه جو بونس اللي كيدير كلشي. قطعت شامبينيو درتو حتى هو يتصوطا، وغادي ناخذ الطاوه ديالي وكناخذ هاد البيتزا اللي كتكون واجده وطيبه تقريبا نص طيبه. كنتو غادي ديروا بات اللي كتكون خضره، دونك حتى الخضره حتى هي مي تبغيو ديروها ديروها خضره احسن باش كلشي طيب مره واحده. كتبع هكا كاينه الكبيره وكاينه الصغيره، انا كيعجبوني الصغيرين وصافي. وعندي لاصوص طوماط ديال البيتزا ديجا كنقادها انا جاهزه، كتكون ديما عندي بواحد الكونتيتي كبيره. والكفته حتى هي صوتيتها بالتوابل ديالها، وغادي نزيد الفرماج والزيتون. دونك فريمون هذه هي اسهل طريقه ديال البيتزا وكتجي زوينه سهله وما كتاخذش من وقتكم بزاف. ودابا غادي ندوز رجلي هما خصهم يتسبنوا في لا ماشينا لافي بما نيت لي بيتزا يطيبوا، باش كومسا ندير جوج مره واحده. دونك هذا هو لا روتين ديالي ولا روتين ديال اي بنت هكا في دارها. دونك هادشي اللي كندير حتى انا، كنجمع ما بين نعتني براسي ما بين الشقه ما بين نوجد الماكله وكلشي. دونك فوالا من مورا ما تغديت كنحيد الماء عندي كساع درتهم في لافيسيل صافي باش تنبقى مرتاحه وما تنبقاش شايفه الروينه ولا هذا. اي سورتو سهله لافيسيل كتحيد عليكم بزاف ديال الشقه وكيبقى داكشي مجموع فيها وترجعوه في اي وقت ما كيبقاش باين في لاكويزين. وهكا كنكون ساليت. ودابا غادي ندوز نطوي دوك الحويجات اللي ديجا صبنت. كنكون ساليت لا روتين ديالي اللي كندير صراحه ماشي ديما على حساب، مي بون انا بارطاجيت معكم اليوم النهار ديالي شنو درت فيه. مشيتو لا جورني ديالي كيفاش دازت؟ فقت بكري شويه، اون فوا كنجي لدبي كنولي نفيق بكري. دبي فيها واحد الانرجي زوينه سورتو في لي سونتر، فيق بكري كنقرا شويه بيرمي فتا تفيق مع ديك 7 ديال الصباح كيكون العقل فريمون متفتح وكتقدوا يعني بزاف ديال الحوايج انكم تاخذوهم بالزربه. بيرمي هنايا صراحه شويه صعيب، البنات اللي مدوزينو راه غادي يعرفوا. دابا قلت نبارطاجي معكم شنو كنت ديجا شريت وغادي نمشيو نخرجوا للمول. بزاف الناس كيقولوها ليا بلي ما كنصورش بزاف، ولكن انا ما تنبغيش نصور يعني بزاف، ما تنبغيش نهضر بزاف. جيم با الناس اللي كيبقاو يهضروا في لي فيديو على ابسط حاجه ولا اي حاجه. دونك انا ملي كنبغي نهضر كنبغي نهضر على شي حاجه اللي هي زوينه. ديجا شفتوا السبنجيله اللي خديت من اديداس بالبيس، كانت عندي الموغ ديالها الصراحه عجبتني بزاف وكتجي مع اي حاجه النوع هذا الناس فريمون زوين. علاش خديت البينك ديالها؟ فيها جوج انواع، خديت هاد لو ستيل هذا حيتاش انا تلبس 41 ما لقيتهاش في داك الستيل حتى في هذا حيتاش ما عنديش باش كومسا نغير. خديت حتى من بيرشكا. بعدا باش نقول لكم البنات واحد الحاجه، انا ملي كنت في المغرب كنت كنموت على الحوايج ديال زارا، مون ستيل بريفيري. اون فوا كنكون خارجه اون فوا كنبغي نمشي ندير شوبينغ كندخل زارا كنعمر الباني وكنخرج. اكثر حاجه كتعجبني هي ناخذ اونلاين. انا حتى في المول وفي هذا ما كنديرش شوبينغ على خاطري، سورتو هكا ملي كيكون معايا راجل ولا هذا كنتلف وما تنبقاش عارفه شنو ناخذ وما كيكونش عندي الوقت. راكم عارفين الرجاله ماشي بحالنا، حنا لا دخلنا شي ماغازان ولا بحال هذا خاصنا ناخذوا الوقت ونقيسوا ونتردوا. تقريبا كاع الناس بحالي، كيكون معايا راجلي كيدير لي ستريس كيوقف، خاصني ديك الساعه ناخذ داكشي اللي انا جاي عليه ونمشي، ما خصنيش ناخذ شي حاجه اخرى ولا عاد نفكر. دونك ملي كيكون عندي التليفون ديالي كندير في الباني داكشي اللي بغيت، كنبقى نشوف على خاطري كنبقى نحيد حاجه وندير حاجه. غير هي حاجه وحده ما تاخذوا اونلاين حتى تكونوا ديجا عارفين القياسات ديال كل حاجه. حيتاش مثلا زارا ماشي هي بيرشكا، بعد ما انا في زارا كنلبس ال40 في السروال، وبعد ما كنلبس ال42 وبعد ما كنلبس 38. ودابا عندي سراول اللي في 38 وكيجيو قدي، ومي كنمشي ناخذ مثلا من بيرشكا ما كتجيش قدي لا 38 لا ال40، ناخذ دائما ال42. ما تاخذوا من اونلاين حتى تكونوا عارفين القياس ديالكم من كل بلاصه شنو القياس ديالكم فيها. ديجا خديت جوج ديال السراول، خديت جاكيطات، ولكن هادو غادي تشوفوهم في واحد الفلوغ مورا هادشي ديال دبي. ديجا صورت لكم وريكم ستايل ديال الجين اللي خديت، هو ستايل مختلف على الجينات اللي عندي انا. كنوع في الجينات حيت كنلبسهم بزاف، ادور الجين. مؤخرا بديت كنلقى راحتي فيه سورتو هاد الجينات اللي كيكونوا باقي. دونك هانتوما شوفوا الجين ستايل ديالو كيفاش داير، وكيجي بحال هكا مقلوب وكيجي تيرمون عريض بزاف. شوفوا شحال عريض، ما عرفتش واش قلت لكم لا لا، خديته في الكاغوندو كيجي من تحت عريض. وهذا راه باقي في بيرشكا، بغاو ياخذوه غير خذوه. ومي كتلبسو كيبان بلي الجين جديد، يعني يلاه خديته حيتاش كينفعو بزاف. هذا مع اون شوميز بن البلون تكون هكا ميني فونت، ولا تلبسوه مع شي توب سامبل. ندوزو لدابا اكثر حاجه انا كتعجبني والصراحه كلشي تيعرفها عليه هي لي بارفان. نقدر نقول لكم يدوز شهر شهرين ثلاث شهور ما تشريش الحوايج ما تشريش الميكاب، مر ما دازت شهر وما خديتش بارفان ولا خديت بخور ولا
مي كنت في المغرب انا من عشاق ديال العطور ونقدر ناخذ العطور واخا ما يكونوش عاجبيني كيعجبني يعني يكونوا عندي كاع الاشكال والانواع. كنت في المغرب كان راجلي دائما فيما تيجي كيجيب معاه هاد لي بارفان ديال لوزان ابراهيم القراشي سي بوغ سا خديت ليا واحد البارفان من لوزان باكاجين عندهم خطير. شوفوا البنات الباكاجين شحال زوين لوزان ديجا راه عندهم عبايات عندهم بخور الا كنتو كتعرفوا شي حد في الامارات تعرفوا شي حد في لافامي ديالكم في الامارات وهذا قولوا له ياخذ لكم لوزان شي عطر من لوزان خصوصا اللي كيكون فيه العود العود الخالص يعني ما مخلطه مع حتى شي حاجه عود خالص ملي كتشموها كتشموا ريحه اكثر العطور اللي هما كيكونوا السعر ديالهم غالي بزاف العطور اللي تيكون فيهم العود الخالص قصه واحد العطر ديال العود الخالص دايره البنات ب 2900 درهم يمكن اماراتي شوفوا السعر ديالو شحال غالي غالي راه تقريبا جايه لشي شنو نقول لكم جايه اكثر من 7000 درهم مغربي والعطر يعني صغير بغيتو تاخذوا شي حاجه للمناسبه تاخذوا هذا البارفان لا ريحه ماشي ديال شاكجو ماشي ديال لباس العادي مناسبه الاعياد دي هي ريحه ومي غادي نكون نازله المغرب غادي ناخذها على الناس اللي عزاز عليا حيت فريمون ريحه واعره. غادي ندوز لكم حتى من لي بارفان ديال القصه. جيت الامارات فين ما تنخرج المول كنلقى راسي واخده بارفان حتى مره جيت يقول لي زعما راه اوفر بارك عليك من لي بارفان ديت واحد البارفان اللي هي بودغي كديرش بوحدها كتخلطوها مع اي بارفان كتكون كونسونطري بارفان ديالها هذا نقدر الى خرجت اليوم غادي نزيد ناخذ منها حيت فيها الزرقاء والصفراء. انا خديت الموف الريحه ديالها اون فوا كتشموها ما كتعرفوش ريحتها شنو هما لي زانغغيديون ديالها القراءه ديالها شحال فيها ديال الانوثة ما نساوش حتى نعود حتى هو ناخذو انا اغلبيه من عند الرصاصي راه ديجا معروف وغادي تكونوا سامعين به دونك البنات اللي في انستغرام راه ديجا شافوه هادشي اش كنقول لكم دخلوا الانستغرام هذا هو اللي خديت انا حتى وهذا الشيء حد حتى جيفت نتوما دابا صيفوها خديت منها بزاف ديال الحوايج ولكن منهم اللي بارطاجيتو معكم في الانستغرام. اول حاجه خديت من صيفوها هما لي برودوي ديال الاوردينري انا باقي عندي ستوك حاليا في المغرب ديال لي برودوي ديال الاوردينري اللي كنت كنبيع لكم في الباج ديالي ديال ديفان شوبي انتما هادو هما اللي خديت البيلينغ ضروري البيلينغ انا حيت منفه بيلينغ الا كنتي استخدمتيه وداومتي وحبستي وجهك مشى حتى الكافيين سولوشن حتى لي برودوي ديال كيغاستاس بوغ موا شي حاجه اللي ما يمكنش نبدلها كما تلقاوني يعني كندير شي حاجه من غير كيغاستاس لشعري ديت هاد السيروم هذا كروما تيرميك اونتي فريز البنات لي شوفو اللي كيكونوا كولوري سونسيبيليزي حتى لي شوفو اللي كيكونوا ابيمي سون ريساج وهادي اهم حاجه خاصكم تعرفوا كترشوه لشعركم في الاخص في لي بوينت هذا راه زوين بزاف وكسكسمع بزاف ديال الناس كيهضروا عليه شي لكم راه ديجا يعني درته واستخدمته ويلا كنبارطاجي معكم لابري شامبوان ديالي تا هو ديال كيغاستاس وحتى لو شامبو حتى هو ضروري تاخذوا وي ساكري دو مارميلا بوغ لي شوفو لي كيكونوا تاع وفي ما كيتسالا كناخذو الا بديتوهم ما خصكمش تحبسوهم اوردينري والكيراستار كاينين بزاف ديال لي برودوي الا بديتوهم ما خصكمش تبدلوهم انا كيغاستاس اكثر من 2 سنين انا كنديرو غير هو خديت هاد لي كرون سولير ديال كوداي للناس اللي عندهم لا بو سونسيبل كيما قلت لكم وجهي سونسيبل بزاف وكيما شفتوا الحبوب اللي خرج ليا هي هادي هنا اللي وريت لكم الصباح وحده اوسي هنايا داكشي علاش خديت حتى دوك لي برودوي بارطاجيت معكم سورتو لو جيل نيتوايون السيروم هذا اللي كيدير غير في الليل نايت روتين تديرو في الليل اون فوا كتفيقو كتشوفو واحد ليكرا في وجهكم ديجا كان انا عندي هاد لو سيروم هذا بس ما عندهمش ليكرا في الوجه وبغاو شي برودوي اللي كيخلي ليكرا غادي ياخدو هاد لو سيروم هذا سميتو غرانتي لا مارك زوينه غادي نخليكم البنات في صندوق الوصف الا بغيتو ديرو شي روتين لوجهكم يكون يعني واعر لي برودوي لي زوينين سورتو الشعر الاخضر الناس اللي عندهم الحبوب ولا الناس اللي وجههم ما فيهش داك لا شاحت احسن لي برودوي اللي غتاخذو وهذا هو لا روتين ديالي اللي غادي تولي تشوفو كندير وجهي وغادي نخرجو باش نمشيو لوبيمون ما بقاش الوقت بزاف غادي نبارطاجي معكم غير الميكاب الزربه شنو انا كندير في الميكاب ديال كل نهار دونك الباليت ديال ميكاب فوريفر اللي فيها كلشي فيها الكونتورين فيها الفوندو تان فيها الكونسيلر كلشي وكندير غار بيوتي هذا الزوين لا ريفيرونس ديالو ريفيرونس ديال البنات هابي راه اللون ديالو زوين وكيجي واحد الغوز اللي خفيف وزوين راه تيعجبني ديال بينيفيت وصافي لبست اللبسه ديالو لقيتوني دابا انا في المول حيت قلت لكم شارحان ما كفانيش الوقت باش نصور لكم جيت نيشان دخلت النايك خصاني واحد السباط غير نيت بغيتها وجيت كنشوف هنايا واش غادي نلقاها ولا لا ولقيت هاد لا كولور هادي وهاد ستيل هذا واخا ما كنتش حاطه في بالي ولكن قلت ناخذو حيت هاد ستيل ما عنديش بزاف دايزه من المول وانا نشوف واحد البوتيك جامعه بزاف ديال لي ما كاينه حتى لونغ شامبو انا هاد لونغ شامبو كنت كنقلب عليها حتى في ابو ظبي وما لقيتهاش كاع كنت باغا واحد لي ساك ولقيتو اخديتو حتى هو
سقطت وباقي هادشي كما جبتو. قلت علاش لا ما بارطاجيش معكم اشنو خديت دابا، حيت علاش لا ما بارطاجيتهمش معكم دابا. صافي بعدا نايك جادور، ولكن الا خيرتوني نقدر نقول لكم اديداس حسن. شوفوا شحال فنة، راه لا كولور ديالها ماشي كما راه تتبان في الفيديو، ماشي هاد الصفر هذا، ما عرفتش علاش كتبان من داك الصفر اللي بحال غادي الليموني. هنايا البنات فيها بحال الحرير، غادي نحيد السيور لي نواغ من وحده، غادي ندير فيهم الصفر وحده، غادي نخلي فيها نواغ اللي جات لكم على تلبس ال 41. وثاني حاجه اللي خديت من عند لونكشامب واحد الساك، وهاد لا كولور بالضبط اللي خديت راني ما كنلقاهاش نهائيا، فيما تنقلب ما كايناش حتى شي اللي كتخاد بزاف. فيه سمول وفيه ميديوم وفيه لارج، لقيت غير لارج فهاد لا كولور واخا هو كبير، غادي ينفعني الا كنت مسافره سورتو عندي الماتيريال جوج د الكاميرات البيسي. فوالا شوفوا معايا البنات لو ساك كيفاش داير، لا ماتيغ ديالو بعدا راه واعره. شوفوا البنات الداخل ديالو شحال كبير، لسه كيفاش كايجي. دونك فوالا دابا ديماكييت وجهي ودرت له جل نيتوايون ديالي، عرفتو لي برودوي البنات كتر من واعرين بزاف، خطيرين خطيرين خطيرين. غنخلي لكم في لاباغ دانفو، راه ديجا لا مارك راه البنات راه معروفه بزاف، راه منحتاجش زعما انا نقولها لكم، ولكن ضروري خاصكم تاخدوها حيتاش لا روتين غادي تعطيكم واحد الفرق، واحد ليكلا خطر لوجهكم. وهذا ما كان، انا غادي نخليكم هنا ونتلاقاو في فيديو جديد. يلاه بيزو ليكم، باي باي.